السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شخباركم؟ معكم عبد الرحمن من قناة عبودي جيمنج. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم شباب رجعت لكم بحلقة من لعبة ماينكرافت في سيرفر عبودي كرافت. اليوم شباب رجعت لكم عن كيف اقول لكم، بتشوفوها بالمقطع، يعني بتشوفها بصورة المقطع يعني. وعلى العموم لا بدي شيء ولا يخليه. طبعا انا عملت اشي رهيب، هو تا تا ترارا بيت. عملت بيت من جوا الجبل، هذا اللوت انا بتاعي بس مش كله، لسه في لوت جوا. هاي ما بدايه طلع البيت كيف يعني. شوي خلنا نوريكم. يعطيني ديرت كابلستون، يلا بزبط كابلستون. اطلع 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 اطلع. هيو هاي البيت. طبعا بس انا صورت يعني انه بس صورتها. هاي شفتوا، طلعوا بيت طبعا عبارة عن الداخل بالخشب، هو عملته انا يعني بسيط، بيت بسيط يعني بيت سهل. عملت بيت سهل طبعا مني يعني، مش من يوتيوب او من اشي. طبعا طلعوا المدخل كيف، راح مدخله هو من هان، طلعوا كيف من هان اي المدخله. طبعا عملته كله من التراب دور الجنب، وترشت المنطقة كاملة، كل المنطقة ترشتها تقريبا. على الجبل فوق طلعت ترشت، هان ترشت، هان في الشيش عندي. هاتي ناكل ايش منها بناخذ لنا اشياء. ايش بدي اخذ انا بسرعة؟ ايش انقله فوق؟ يلا خلص عادي مش ضروري. هاي اللوت طبعا تاعي اللي هان، هون في شي لسه هان اشياء. من نكمل هسه، خلنا نطلع فوق. هذا زي ما قلت لكم كلياته من التراب دور من هان الجنب، زي هيك شكل حلو يعني. من هان طلعوا كيف في شكله، ومن هان طلع كيف شكله حلو هو يعني. بتكمل طبعا، والله استهلك مني خشب مش طبيعي. هون كمان هاي هيك من فوق طلع كيف شكله. وات، سكر 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 سكر. هالدور بديش اوقع فيها يعني ولا اشي، سكرها يعني من هسه احسن. منين هي هيك شكله من التراب دور من برا ومن جوا. هسه بوريك اياها من جوا. هاي من هان جوا طلع كيف. طبعا عملتها من جهة الشمال هيك انه حلوة يعني، شكلها حلو. تطلع هيك بعدين تطلع هيك، هذا كله ياته مدخل البيت يعني. انت بتحكوا لي مدخل البيت، والله 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 انه مدخل البيت استهلك مني موارد وطول معاي اكثر من البيت يعني. كيف اقول لكم، اصعب من الاخر. ايه جاجة جاجة يا جاجة جاجة يا جاجة. طبعا انا مقلتش الايد عندي يا اخي، مش عارف ليش هيك فيها جلتشات عندي اللعبة، فيش الايد بتضل تختفي كثير، اختفت معي. وهن نستنى شوي. هاي تطلعوا هان المدخل هذا الرهيب، مدخل بدي اوديك على الدار. من انا عامله عشان فيش عندي لا جلوستون ولا يقطين ولا اشي يعني، حاطه من هان، حاطه من راسي هيك، منظر حلو مدخل. وهون طلع كيف، هاي الدراجة النزلة شوي انزل. الله ليش بنط انا. طلعوا هان المدخل هذا برضه تعبني زي هذيك الجهة، كثير 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 تعبني. خلينا نكمل هسه. طلعوا كيف هذا المدخل هيك من الشمال واليمين، هان عشان الجبل مبين زي كأنه يخش جوا الجبل. وكنت اعمله كيف طريقة انه من جوا الجبل، استهلك مني مو يعني، صعب كثير، صعب صعب صعب. من هون مدخل عادي، ما عرفتش كيف اعمل ايش اعمل الحواف تعاونه. وهون مدخل البيت، مدخل البيت كهف هو، طويل طويل كثير لما تدخل على البيت. وهان هيك عاملها زي منظر، ما كسرت الفحم هذا خليه منظر. وهان عملتها هاي كلياتها ديرت وتحول قراص طبعا يعني. و لان هاي مدخل البيت هيك عادي سخيف يعني، ما استهلك. قلت لكم البيت ما هو يعني مش صعب. وهون
موارد الكهف اللي رحناها الحلقة الماضية. يعني أنا طبعا بصور الحلقة هاي وراها على طول وفضلت الموارد بعدين صورت. المهم هسا احنا يطلعوا الموارد هون وهان، ارجع كمل شوي. هون برندا، ولا ما بعرف شو عن شو بتحكوا انتو، يعني ايش عنها الشقة ولا بتصير شو ايش. المهم هون ناين منظر، وهون حاط طبعا بطن وما بطن، وهون مبين زي ديرت انه زي مش يعني زي الجبل انه حاب فوقه فوق البيت. وهون منا نحرق اشياء، استنى شوي اعطيني فحم 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 فحم، هنحرق لنا هدول، هنحرق الذهب بما انه انا يعني استفيد منه شوي وانت استفيد منه شوي. خلينا نكمل. طبعا هاي راح الجليتش شكله، لا لا يا اخي ما بعرفش انا والله ما نعرف شو اعمل. ايه علينا، خلينا نكمل احنا هسه. سيبك من الاعدادات وسيبك من كل شيء، سيبك من الجليتشات. طبعا انا نروح نستكشف هسه وين، نروح نستكشف القرى اللي هناك، القرى اللي استكشفتها، القرية اللي هان زي ما قلت لك والله فيها جليتشات مش طبيعية. بس يلا نروح نستكشف. كيف اقول لكم، هاي القرية استكشفتها بس نكسر نلم. اوه لا 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 لا، هدي بالك بطاطا يا هات، بدعم المزرعة يا شباب. ان شاء الله المزرعة الحلقة الجاية راح تكون زي ما قلت لكم. طبعا انا ما راح، ما بعرفش انه اضيف مودات ولا لا لسه، انه الخيار عندكم بالحلقة الاولى، وانا لساتني ما نزلت الحلقة الاولى يعني تقريبا انه بنزل مقطعين ورا بعض. ما بعرف اذا انتو جبتوني ولا حكيتوا عنها. ايه اي ام سو سو سوري، اي ام سو سو سوري، ضربتو. ايش هذا، فكرت كريبر. هاي هي المنطقة اللي بدي اياها، هاي المنطقة اللي لازم نستكشفها. طب بس مش عارف كيف نستكشف فيها، بس يلا. وات ورد هذا حلو، لا نحطه عند باب بيتي. بطل يمشي ليش، قلتش. المهم خلنا نمشي طبعا. مش عارف شو نكمل شو نعمل. طبعا خلني استكشف هذا، انا ما استكشفتها الصراحة. انا ليش اجيت من هون، انا ليش اجيت وات، لا اكل خلاص. قد ما بتقلتش اللعبة يا زلمة، شو واض تحديث بيخزي من الاخر. خلني استكشف هاي المنطقة، روح البحار ومستكشف البحار. هو 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 هو. يلا هادي. اطلع من هون، اطلع من هون، اطلع من هون ان شاء الله، اطلع من هون، لا تطلع عليك من هون. يلا كمل. اسم الله ما نعرف، مش عارف نكمل. ايه شكله في كهف هون، في كهف على ما اتوقع. لا في خرفان، خلينا نقتل، محتاج اكل بما انه محتاج اكل. شو بيعمل هذا، شو بتلعب قاعد، مش عارف انا ومن يا زلمه. شو قتل، والله سمعت صوت كريبر. شو هذا الكريبر بكل مكان شكله صوته. تعال 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 تعال، وينك تشرد، وينك تشرد، خلينا نكمل. ايش هناك، اوه والله منطقة رهيبة، رهيبة المنطقة. انا منه علي بحكي، مش عارف انا بحكي شوي 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 شوي، اصل الكل بحكي لي ولك. يا الله شو بدك تحكي. طبعا يا شباب كونوا وصلنا معكم لهاية المقطع، لا تنسونا باللايك شير سبسكرايب. سلام عليكم.